بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة حلقات عن تربية الأولاد. بهالحلقة هايدي نحن رح نحكي عن rewarding. بذكركم نحن حكينا سابقا عن عدة مواضيع، منها praising كان آخر حلقة، وتطرقنا لعدة مواضيع منها. وكالعادة نحن ضيوف على الدكتور محمد بهجات، وهو استشاري طب نفسي متخصص في الأطفال والمراهقين. حابب يساهم ببعض من علمه ويتحفنا به إن شاء الله لحتى يعيننا على تربية الأطفال ويكونوا يأخذونا شبابا يرفعون الأمة لمكان أفضل بكثير. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، أهلا بك، الله يبارك. استمتعنا بالحلقة، أنا شخصيا استمتعت يعني، ومبين طبعا من التعليقات والأسئلة أنه في ناس الحمد لله عم تجاوب وعم يحكوا معنا، طالبين إن شاء الله بعد أشياء أكثر بعد إن شاء الله. إذا بتحب نعمل ريكاب الحلقات السابقة حتى نبلش حلقة جديدة إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. إحنا أهم حاجة تكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت على إن إحنا بنحاول نرسي قواعد التعامل مع أولادنا تبقى عاملة إزاي، وقلنا إن إحنا كلنا مشغولين وإن كل اللي مطلوب مننا إن الوقت اللي هنقضيه مع أولادنا القاعدة الأساسية 70% منه في حاجات تبسطهم، والحاجات اللي بتبسطهم دي اللي هي إن إحنا نتكلم معاهم بالطرق اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقة الكلام، ونسمع لهم زي ما اتكلمنا بالتفصيل، ان احنا نلعب معاهم، واتكلمنا في حلقة اللعب يعني ايه العب معاهم، واخيرا اتكلمنا ان احنا نبدأ نقول لهم كلام حلو فيه مدح على سلوكيات كويسة هما بيعملوها او سلوكيات خاطئة هما بيحاولوا يبطلوها، وازاي ده يتعامل بطريقة تخليه يدي اعلى نتيجة ممكنة باذن الله. جزاك الله خير. وصلنا سؤال، وبتصور هذا عن الاب والام، علما هو اللي طرح السؤال هو اب بس، ولكن اظن للام كمان لها فيه نصيب. بيقول لك انا راجع البيت وحقي بعد يوم طويل اني ارتاح، ما عندي وقت لكل اللي طلبتوه مني، يعني بعد بدي اعمل praising، بدي اعمل مديح، وبدي اقعد احكي مع كل واحد واعطيه وقته الشخصي. وطبعا حطك مثل ما ذكرت بالحلقة الاولى، قبل ما اوصل للوم والعتب والطلب والديماندينج والكونسيكونس والعقوبات، بدي لا بدي اصل امزح معهم والعب معهم، انا بدي امزح والعب، انا بدي اوصل على البيت بدي ارتاح. شو بنجاوب هذا الاب؟ طيب هو يعني ده وضع معظم الاباء في العصر اللي احنا فيه، ان هم بيشتغلوا طول اليوم وراجعين البيت تعبانين. الامهات اصعب، يا اما بتشتغل وترجع عشان تخلص امور البيت، او ما بتشتغلش فطول اليوم بتحاول ترتب في امور البيت وبعد كده تاخد بالها من الولاد. فزي ما انت قلت في نقطه معينه كله راجع عايز يرتاح. بس هو انا اللي احنا محتاجين نفتكره كويس ان انت مدى اهتمامنا باولادنا، احنا عايزين لهم احسن حاجه، عايزينهم يبقوا احسن حاجه. اذا كنا فاكرين ان الفلوس هي اللي تخلي اولادنا احسن حاجه يبقى احنا المعادله فيها حاجه غلط. هم عندهم احتياجات قبل الفلوس، محتاجينها، محتاجين اهتمام، محتاجين احس ان في قبول، محتاج ان انا احس ان انا بابا وماما دول مهتمين بيا بيحبوني. هو ده محتاج، وهو للاسف يعني هو المعادلة ان هو ده حاصل، انا وانت مهتمين بولادنا، بس الفكرة ان احنا عندنا صعوبات في توصيل ده للولاد والطريقة اللي بنوصل بيها. فدي النقطة الاولانية، ان انا راجع البيت وعارف ان في حاجة مهمة قوي في البيت محتاجة تحصل، فده بيديني الطاقة ان انا اقدر اكمل. النقطة التانية اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده في مبدأ الاهتمام بتاع الولاد، خلي بالك انت لو رجعت بيتي انا لو رجعت بيتي ودخلت اتغديت وبعد كده ريحت وبعد كده قعدت وفي الولاد بيجوا في الاخر مع السلامة احنا داخلين ننام يا بابا مع السلامة يا حبيبي مع السلامة، هو احتياجه ما خدوش منك. واحنا قلنا قبل كده الاهتمام ما خدوش بشكل ايجابي، هياخده غصب عني وعنك بشكل سلبي. يعني الربع ساعة ولا النص ساعة اللي كنت هقضيها معاه نلعب ونتكلم ما خدهاش، بس في اخر الاسبوع غالبا هتحصل مشكلة ممكن اقعد فيها اليوم كله، ان هو ضرب حد فتح له دماغه، او ان هو كسر حاجة في البيت، وافضل ازعق واتخانق ويا رب استرها ويا يا يا. يبقى الاهتمام اللي كان هياخده ربع نص ساعة في اليوم خد يوم كامل قدامه 10 ساعات عشان انا مديتش ده. اذا كنا فاكرين نفسنا شطار وهنوفر وقت بعدم الاهتمام، ده مش بيحصل. الاهتمام هيتاخد، فنديه بالشكل الايجابي احسن ما ياخده بالشكل السلبي. والحاجة التانية ان الاهتمام ده موجود وانا عارف ان هم محتاجين، لكن انا كأب، وانا بتكلم عن نفسي، انا برجع من البيت تعبان وبتغدى وبعدين ادخل اوضتي امسك الموبايل ابدا ابص على الرسائل وابعت لاصحابي والابتسامه الحلوه وصوره سيلفي وحاجات جميله بقى العالم عالم السوشيال ميديا، وفي الاخر اجي انام. طب انا بالله عليك يعني ما هو ده شيء ظريف، لكن مش اظرف منه ان انا اوصل لمرحله مش هقول ان انا اعمل واجب عليا، احنا اللي بنحاول نوصله ان انا استمتع بابني
ان انا اقعد معاه والعب انا هو بمستمتع، انا مستمتع، انا مش بأدي واجب. ده من المفاهيم اللي احنا محتاجين نغيرها، ده مش واجب عليا، ده احتياج عندي انا كمان، ان انا استمتع بان هو ابني ده موجود، فخصص له وقته وابدا اتعامل معاه واديله اللي هو محتاجه عشان انا اخد في المقابل اللي انا محتاجه كمان. جميل، الله يبارك فيك. لكن هنحكي الحلقة، هذه الحلقة هنحكي عن الريوردينج، تمام وبتصور هذا كان مدخل جميل. يعني احنا عم نقول نحن عارفين الأب بده يعطي كثير والأم بدها تعطي، بس في بالآخر ريوردينج، في هدايا، شيء يعني تقديم هدايا للطفل. هي تقديم هدايا. يعني احنا بدنا نقدم هدايا، يعني لسه حندفع برضه. يعني ايوه أنا كنت بالظبط. فاكر حناخد قشرة لنا لا يعني. لا لا، انت طيب أوكي، احنا الطول، احنا قلنا المبدأ ان احنا اللي بنتغير الاول وبعد كده التغيير لي. طيب إن شاء هندي الله احنا هدايا، وده هيربي ولاد هيخليهم في المستقبل يدونا هدايا. ان شاء الله. طيب خلينا لك انا بنحكي، ما دام بدنا نحن بدنا نعطي هدول الهدايا، على ما نحن اوريدي حكينا، عم نحكي بالبريزز، يعني حكينا بالمدح. نعم، يعني ما كان يكفي المدح انه هو يكون كريوردينج كهدايا؟ هو جميل ويعني ومثمر وبيجيب نتيجة رائعة، لكن احنا بنتكلم على كل الطرق اللي في الهرم اللي اتكلمنا عنه في الأول، فهي دي حاجة بتشتغل زي ما الكلام والاستماع حاجة ممتعة، لكن اللعب بيدي فايدة أكبر، فهما الاتنين مع بعض بيدوا تأثير أعلى. كمان المدح بيدي، لكن الهدايا ليها تأثير الخاص اللي هي بتجيب نتائج أحيانا هنتكلم عنها امتى نستخدمها بشكل يبقى يخليها مثمر، ما يبقاش تجيب نتيجة عكسية يعني. فلا، هي وسيلة تربية معروفة، ووسيلة تربية بتجيب تأثير رائع لما تستخدم بشكل صح. لكن خبرنا كيف نستخدمها بشكل صح. تمام، طيب خلينا نتكلم الأول، هو إمتى أنا أبدأ أفكر أجيب لابني هدية؟ اوكي، لو طفل بيعمل سلوك معين بشكل مستمر أنت ملاحظه، يعني عندي ابن من الولاد مثلا دايما بيساعد أخوه في حاجة معينة، وأنا زمان قلت له على الحاجة دي، يعني بساعد أخوك مثلا لما يجي يرتب شنطته أو هو نزل المدرسة الصبح، فتلاقي الولد ده جميل كل يجي الصبح يعمل له حاجاته ويقول له إيه أنا هساعدك، تعالى نعمل مع بعض مش عارف إيه، ويروحوا مع بعض المدرسة. والسلوك ده بقى متكرر لدرجة إن هو أصبح عادة عند الطفل. فأنا في الحالة دي ممكن أجي للطفل وأقول له أنا جبت لك الهدية دي عشان أنا مبسوط منك قوي إن أنت بتعمل كذا لأخوك. فأنا بتكلم عن سلوك أصبح عادة، فانا عايز اكافئه عليه عشان يستمر للابد. ده السبب الاول ان انا اجيب هديه. السبب الثاني هو الاهم وهو موضوعنا النهارده، انا عندي طفل معين عندي سلوك وحش بيعمله وعايز اساعده ان هو يبطل يعمل السلوك ده. طفل كل ما بيلعب مع اخوه يضربه، طفل كل ما يتكلم بصوت عالي، طفل لما يتضايق يمسك الحاجه ويخبطها، طفل لما اخرج انا وهو بره يقول لي انا عايز اشتري دي عايز اشتري دي، ويفضل يعيط ويلم علينا الدنيا في المحل. دي السلوكيات اللي انا بقول له عليها في الاول، وحاولت معاه ان هو بالمدح، يعني مثلا اقول له يا حبيبي ما تعملش كده، يعمل مره وعشرة يرجع للطبيعي اللي هو للمشكله، وبالتالي انا مش عارف اتصرف معاه. السلوك ده اللي هو بقى متكرر اللي عامل مشكله، هو ده اللي الهديه فيه هتكون من اعظم الطرق ان انا اتعامل معاه اللي هتجيب نتيجه رائعه باذن الله. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيك. طيب لكن فينا، هل لنا أن نسأل لكن شو الطريقة الناجعة لحتى نطبق ما ذكرت؟ كل واحد فينا عنده طفل عارف ان في سلوك معين بدأ يظهر، السلوك ده بقى بيتكرر. تمام، على سبيل المثال مثلا ان هو ايه، ان هو بيتكلم بصوت عالي زي ما قلنا من شويه، فاحنا عايزين السلوك ده يتغير. فانا اللي بعمله مثلا ان انا بقول ان الطفل ده كل ما بيلعب مع اخوه بيضربه، ده السلوك اللي بيحصل اللي انا عايز اغيره. فانا بجيب الطفل ده وبقول له انا ملاحظ ان انت كل ما بتلعب مع اخوه بيحصل مشاكل، وفي الاخر ان انت بتتعصب على اخوك او بتضربه، واحنا عايزين نعمل حاجة دلوقتي تساعد ان ده يتحسن، وفي نفس الوقت لما ده يتحسن يبقى انت ليك هدية جميلة هتتجاب لك. فانا وضحت للطفل ان ايه المشكلة، انك لما بتلعب مع اخوك بيحصل مشاكل، ايه اللي انا عايزه، يبقى انا بحدد له بفهمه هي ايه المشكلة، وبعدين بفهمه هو ايه التارجت، انا عايز اوصل لايه، اقول له ان انت لما تلعب مع اخوك انك تبقى حنين معاه وتبسطه وانت تتبسط. ونخلي بالنا واحنا بنحدد التارجت، بنحدد الهدف من التاسك ده، بتكلم على حاجة ايجابية مش سلبية، يعني ما اقولوش الهدف ان انت لما تلعب مع اخوك ما تضربوش، انا كده استخدمت ما تضربوش، انا بتكلم عن سلوك سلبي، لا انا عايز الهدية ترتبط في ذهن الطفل بحاجة ايجابية، انك تبقى طيب مع اخوك فهيجي لك هدية. ان احنا لما نخرج بره ما اقولوش ان انت ما تقعدش تزعق بصوت عالي، اقول لا انك يبقى صوتك واطي واحنا بنتكلم عشان كده هيجي لك هدية، يبقى هو انا ربطت الصوت الواطي والكلام كويس بالهدية.
ان انت مثلا لما لو حد كبير شويه احاول اصحيك من النوم ما تقعدش تقرفني لغايه ما تصحى، لا انا بقول له لما اصحيك من النوم ان انت تحاول ان انت بقدر الامكان تقوم بسرعه عشان تبقى جاهز في ميعادك. فانا دايما بربط الهدف بتاعي من اللي احنا بنعمله ده، بحط المسمى بتاعه حاجه ايجابيه مش سلبيه. نعم لاحظت. وهذا اللي كنت بدي اقول لك إيه. انت عم تحاول تحافظ على لغه ايجابيه بالتعامل، فبدل ما تكون عم تركز على الاسلوب السلبي بالظبط عم تركز على الاسلوب الايجابي، علما الاثنين واحد. يعني انت اذا عملت هيك فانت لم تفعل الاخر، بس حتى ما دائما انه بشكل سلبي لا تفعل لا تفعل لا تفعل، كن افعل 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 ونعم الرجل مثلا عبد الله مثلا بالظبط، انه عشان ما يوصلش للطفل عندي ان انا دايما لما بتكلم معاه مثلا ان انت سلوكك وحش، ان انت صوتك عالي، فده اللي بيوصل للطفل، ان انت دايما صوتك عالي، انك بتتخانق، انك بتعمل حاجات وحشه. لا ده انا بقول له ايه، ان انت بتتكلم كويس، ان انت بتساعد اخوك، ان انت، فانا دايما الطفل كده بيستقبل مني ان انا بشوف حاجات حلوه وبساعده ان هو سلوكه يبقى حلو، فهو دايما رابط نفسه بحاجه حلوه. يعني انت هيك اللي عم تعمله، انت عم تحدد الطباع اللي هي ما بدك تكون موجودة، بالظبط وبالتالي تحدد الشيء اللي بدك يكون موجود يعني بالظبط لتزرعه، وعم تقول له عم تعطيه انسنتيف، عم تعطيه محفز لإله. بالظبط يعني هل حديثك هلا انت الطريقة اللي نحن عم نحدد كيف بده يكون طريقة الريوردينج، طريقة المحفزات، نعم. إذا فين نقول محفزات، هل فيك أن تطلب منه أي شيء بهالحالة؟ لو عايز استخدم الحاجه وتجيب تاثيرها زي ما قلنا في شروط معينه استخدمها بطريقه معينه عشان تجيب الطلب، فمن ضمنها ان انا مش معقول عشان هجيب له هديه مثلا اقول له ان احنا لما نخرج بره ان انت ما بتفتحش بقك طول الساعتين اللي احنا قاعدين فيها بره، ده مش طبيعي. يعني لازم يكون عندي توقع الطفل اللي في سن ابني ده، هل الطفل اللي في سنه لما يخرج بره هيقعد ساكت خالص؟ اكيد مش هيحصل. لكن انا عندي مشكله معينه ان انا مثلا لما بخرج واجي عند الحته مثلا بتاعه الشوكولاتات مثلا بيقعد يختار في حاجات ويقول لازم اشتريها، فانا محتاج ان انا اكون محدد اقول له ان احنا هنتفق على حاجه معينه هنشتريها لما ندخل المحل، ولما ندخل جوه طول ما انا جوه ما تطلبش مني ان اشتري حاجه غير اللي اتفقنا عليها. فكده الهدف اللي هو هياخد عليه الهديه بقى واضح بالنسبه له، ان هو ما يطلبش جوه حاجه غير اللي انتوا اتفقتوا ان انتوا هتشتروها. ان انا مثلا ام ابنها لما يرجعوا من المدرسه مثلا او لما بيلعب مع ابنه ان هي تبقى ايه بيتخانقوا مع بعض، فتيجي تقول ايه انتوا لو لعبتوا مع بعض وما اتخانقتوش مع بعض هجيب لكم هديه. انا بسال هو في الدنيا اطفال ما بتتخانقش مع بعض؟ اكيد ما فيش. فانا عشان اعملها بشكل يجيب نتيجه انا محتاج ان انا ابقى محدد اقول لهم مثلا انا ابدا افكر هي الخناقات بتحصل اكتر امتى؟ بتحصل بالليل، فحدد ساعه اقول لهم من الساعه 7 الساعه 8 لو لعبتوا مع بعض وكنتوا كويسين مع بعض كل واحد فيكم هياخد حاجة حلوة. هنقول ازاي هنعمل طريقة الهدية، تمام؟ نعم فانا حددت وقت معين، التوقع بقى طبيعي ان انا مش بقول لهم تقعدوا طول اليوم ما تتخانقوش في بعض، لا ده انا محددها بساعة، لما يوصلوا ان هم في خلال الساعة بقى كل يوم هم ما بيتخانقوش مع بعض ممكن ازود الساعة دي ساعة ونص ساعتين بعد فترة. فانا محتاج اكون واضح جدا الطلب اللي انا بطلبه منه في وقت معين، والطلب ده مرتبط بوقت معين، ده رقم واحد، ومرتبط بان هو حاجة مش مستحيلة على الطفل، حاجة يقدر يعملها. حاسس نحن عم نمشي كمان، يعني كنا عم نعطي المديح وهلا صرنا عم نعطي كمان محفزات. يعني نحن عم بعدنا عم نزيد بشكل ايجابي من الاحساس بالسعاده للاطفال انهم لما بيعملوا شيء ايجابي، يعني عم نطلع بعد بالظبط نتدرج فيها اكثر. يعني بالظبط، بس هي الحفز ده كمان بداية ان احنا بدأنا نخلي الطفل نفسه يبدأ يتغير. احنا كل الكلام اللي فات كنا بنتكلم ان احنا بنبدأ، احنا بنتكلم، احنا دي اول مرة بدأنا نقول للطفل نطلب منه ان هو يغير سلوك معين، سلوك بدأ يتكرر فاحنا عايزينه يغيره. الطفل في المرحلة دي بدأ ياخد مسؤولية التغيير. الشيء الجميل اللي ذكرته انه الواحد يحدد توقعاته ويشوف كل طفل شو عنده قدراته وشو عنده قادر هو كمان حسب تصرفه يعني يمسك نفسه او لا، ولكن يعني بضلوا الاطفال عندهم قدرات مختلفة. يعني ممكن تلاقي طفل مثلا ممكن يمسك نفسه ساعتين ما يحكي، التاني لا مش قادر يمسك نفسه، مش ما يحكي، ما قادر يمسك نفسه يقعد اصلا. يعني تمام كيف في مجال انك تعمل التدرج بهالامر هيدا مع الاطفال بشكل ايجابي ونافع بالاخر؟ يرجع للنقطة بتاع التوقع. انا بس عايز افكر اللي بيتفرجوا علينا ان احنا ان شاء الله في اخر الحلقة دي هنقعد بالظبط ندي مثال بالظبط هنعمل ايه، لكن احنا بنحاول ندي المقدمة دي عشان الناس تستوعب احنا بنتكلم على ايه. النقطة الأساسية اللي حضرتك أشرت إليها مهمة جدا، أنا محتاج الأول إن أنا أبقى عارف المشكلة. هي المشكلة إيه؟ المشكلة مثلا إن الطفل ده زي ما قلت
لما بنخرج مع بعض ما بيقدرش يمسك نفسه، دايما بيجري مني في الشوارع، في حين ان اخوه ما بيتحركش اصلا من مكانه. فلما اجي اعمل حافز للطفل الاولاني، ما ينفعش اقول له ان انت مثلا لما اخرج ما تسيبش ايدي ولا لحظه، ده كده انا تخطيت التوقع. لا، لو واحد بيحصل معاه المشكله مثلا بالقدر ده، يبقى انا محتاج اديله هدف يكون يقدر يحققه. لما ندخل المحل لمدة 10 دقايق، أول 10 دقايق ما تسيبش إيدي، أو أول 5 دقايق. فأنت كده بتخلي الطفل إيه؟ أه ممكن أحاول، لكن لو قلت له من أول ما نخرج لغاية ما نرجع ما تسيبنيش، أنت كده you're setting him to a failure يعني. يعني أنت بتحط له هدف هو عارف إن هو مستحيل يقدر يعمله، فهو مش هيفرق معاه بقى، يعني مش هيكمل معاك. فدي نقطة مهمة أوي، إن أنا أبقى عارف الأول هو الصعوبة دي الكم بتاعها قد إيه، بتحصل بمقدار كل قد إيه، وبالتالي لما أجي أطلب منه يبقى أنا أطلب منه إن هو يتغير بشكل هو يقدر يعمله. نعم، يعني هو بدك تشوف قدراته وتضيف عليها شيء بسيط لحتى يطلع، إذا حتى يضيف من قدراته شوي بالظبط شوي، بالظبط مش كليتها. فهو قادر 5 دقائق، ممكن تطلب منه 6 دقائق مثلا بالظبط لغاية ما نوصل انه الجيرني كليتها، الرحلة كليتها، تدخل السوبر ماركت ومسك لك ايده، بالظبط مسك لك ايده ايده. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. طيب، حاسس كأنه نحن عم نحكي يعني امسك لي ايدي، احنا في السوبر ماركت يعني. طب المراهق شو بدنا نعمل يعني؟ نقول له ايه الطريقة هذه، كيف نطبقها مع المراهقين؟ تمام. هو الطريقة دي بتنفع لكل الأعمار، بس زي ما قلنا الحاجات بتتعمل بشكل مختلف. يعني أنت على سبيل المثال لما تتكلم مع الطفل الصغير، لو مشكلته إن هو مش بيمسك إيدك، الطفل الكبير ممكن تكون مشكلته إن هو مثلا لما بيتكلم معايا بيتكلم بصوت عالي، أو لما بيتكلم مع والدته بيتكلم بصوت عالي. فإحنا محتاجين ناخد بالنا إن إحنا لما نتكلم بشكل مهذب، نتكلم بشكل فيه احترام، هنتابع السلوك ده، ولما بيحصل كل يوم هنقيمه. وبعد شوية الولاد الكبار بالعكس هم أحسن ناس، بيحبوا قوي موضوع الانسنتيفز ده. يعني لو قلت له مثلا هديك المبلغ ده تشتري بيه حاجة أنت عايزها، هشتري لك تيشيرت أنت عايزه، هشتري لك مش عارف ايه. احنا هنرجع نتكلم على نوع الهدايا اللي احنا بنتكلم عليها، احنا مش بنتكلم على هديه واحده. احنا نقعد مع الطفل في القعده اللي اتكلمنا فيها، انا شايف انك عندك مشكله في السلوك الفلاني، انا عايزك الهدف بتاعنا انك تعمل كذا الكذا ده، هنتفق معاه مثلا انك تتفق على حاجه معينه بتحصل كل يوم، وهقيم كل يوم لو انت قدرت تعمل ده. يعني لو قدرت كل ما نخرج تعمل معايا انك ما تسيبش ايدي لمده 10 دقائق، وفي اخر اليوم هنيجي. لو الطفل عمل ده بياخد درجة، أو بياخد اللي بنسميها نجمة، وبعدين كل ما يتكرر ده هو بيجمع نجوم أكتر. لو بنتكلم على طفل كبير مش هيقولك بقى هتديني درجة هو أنا عايز صغير نجمة، لا هقوله هديك سكور، هديك 10 درجات كل يوم. انت مثلا عدى النهارده قلنا ان انت من العصر لغايه بالليل انك لما تتكلم مع ماما او بابا تتكلم بصوت واطي بتاخد 10 درجات. بنيجي في اخر اليوم بنجيب التشارت اللي هي اللي هنستخدمها نشوفها دلوقتي، واحط له ال10 درجات او احط له النجمه، واجي اقول له بقى لو جبت نجمه هنتفق على الهدايا بقى، في هدايا تاخدها لو جبت نجمه واحده، وفي هدايا هتاخدها لو جبت 3 نجمات، وفي هدايا 5 نجمات، وفي هدايا محتاجه انك تجيب 10 نجوم او 10 عشرات عشان تقدر تاخدها. فمعنى كده ان السلوك هيتكرر 10 مرات، ونقعد مع بعض نحط لستة الهدايا دي، اللي لو جاب نجمه ايه الهديه اللي ممكن ياخدها، او المحفز اللي هياخده لو جاب نجمه واحده، لو جاب 3، لو جاب 5، لو جاب 10. دي الخطوه اللي هي الاساسيه في الموضوع برضو، نوعيه الهدايا. الله يبارك فيك، حاسس الموضوع صرنا تقريبا بالملاهي وعم بجمع سكور بالظبط باللعب، بالظبط وكل ما طلعت اكثر بتاخذ بقى البوينتس بالظبط ويو كاش ذيم ان يعني. خبرنا عن حكايه النجوم والسكور والتشارت هذه التي ذكرتها، كيف فينا نستخدمهم، كيف فينا نطبقها؟ الفكره في الموضوع ده ان الاطفال مختلفه بما فيهم المراهقين. يعني في واحد ممكن يقعد يعمل لك اللي انت عايزه عشان يجيب هديه كبيره، ممكن يستحمل معاك 10 ايام 15 يوم، يفضل يعمل في السلوك ده كل يوم عشان عارف ان هو لو جمع المطلوب في 15 يوم هيجيب حاجه هو نفسه فيها. في اطفال مش كده، لو قعد مستني 15 يوم هيزهق منك تاني يوم، يقول لك لا يا عم اتكل على الله انا مش عايز منك لسه اقعد استنى ده كله عشان تديني هديه. نعم. فهي الفكره بتاع التعاقد اللي احنا بنعمله ده، الكونتراكت اللي احنا عاملينه، ان هو مدي كل الاحتمالات من حق الطفل ان هو ياخد هديه لو جاب نجمه واحده، او لو جاب ال10 درجات للكبار، ان هو لو عمل السلوك ده في يوم في عنده اختيارات من هدايا يقدر يجيبها، شوكولاتايه بيحبها، ايس كريم، ان هو مش عارف هيختار لنا مثلا حاجه نتفرج عليها في التلفزيون النهارده، ان هو يختار الغدوه بتاعت بكره. نتكلم على انواع الهدايا، لان هو في الاخر احنا مش عايزين نكلف الاسره. يعني الدراسات اللي معموله على الموضوع ده بتقول اهم حاجه ان انت ما تجيبش هديه تثقل كاهل الاب والام، انت بتجيب حاجات في حدود انت تقدر تدفعها. فاحنا هنتكلم على نوعيه الهدايا اللي هي ما تكلفناش لكن تجيب تاثير. لكن برجع للنقطه بتاعت ايه
ان انا لو جبت هديه هياخد شوكولاتايه مثلا، لكن لو جاب 3 هدايا ممكن اقول له مثلا ان احنا ندخل انا وانت هنشتري هديه. لو الشوكولاتايه يعني حاجات بتختلف من مكان لمكان، لو مثلا الشوكولاتايه ب 50 بنس مثلا او ب 50 سنت، لو جاب 3 نجوم لا ممكن اجيب له حاجات ممكن تكلفتها مثلا ايه ب 2 باوندز او يعني حاجه ب 2 جنيه. ندخل محل بيبيع حاجات ممكن الحاجه دي تكون اي حاجه. هنتكلم دلوقتي ازاي تخلي الطفل ما يقولكش ايه لا دي مش فارقه معايا، لا هتختار له حاجات فارقه معاه. لو بعد 5 ايام هتجيب حاجه اغلى، لو بعد 15 يوم حاجه اغلى. ففي الطفل عنده الاختيارات بقى، يقولك ايه انا النهارده عملت السلوك ده خلاص هاخد الهديه دي، لا انا عملت السلوك ده بس هصبر يومين تاني عشان عايز الهديه اللي تحت. فانت بتدي له الاختيارات دي. اهم حاجه في الهدايا ان احنا لما نيجي نقول ايه الهديه اللي بجنيه، ايه الهديه اللي بنجمه او ب10، ايه الهديه اللي ب3، ايه الهديه اللي ب5، الطفل يشارك في نوع الهدايا لان هو محتاج يختار حاجات هو نفسه فيها عشان يبقى حريص ان هو يعمل السلوك ده عشان يجيبها. لكن انت اللي بتحدد كأب ثمن الهديه، يعني قول له مثلا في النجمه اختار لي هديه في حدود 50 بنس فيحط لك هدايا. في هدايا مش بفلوس اصلا، ان انت تختار مثلا على سبيل المثال ان انت نخرج انا وانت لوحدينا بس نتمشى دي هديه، ان احنا نخرج انا وانت في يوم ونشرب حاجه بره دي هديه، ان انت تخرج مع ماما بس، ان انت تقعد في البيت هم هيخرجوا يعملوا حاجات وهقعد انا وانت لوحدينا، ان انت تدخل مع ماما المطبخ تعمل معاها حاجه انت بتحب تعملها، ان ماما تعمل لك اكله انت بتحبها. كل دي افكار لهدايا ما بتكلفش لكن بالنسبه للطفل تعني بالنسبه له حاجه. جميل. نحن ما خايفين ك يعني دكتور الطب النفسي، انت ما خايفين انه عم تخلق هون جو من اعطيني واعطيك؟ لا لو نفتكر ان احنا قلنا في اول الحلقه ان دي بنستخدمها مع سلوك صعب على الطفل ان هو يغيره، يعني هو حاول قبل كده ان هو يغير السلوك، انت حاولت وقلت له استخدمت معاه حاجات كتير، احنا مش بنعملها في كل حاجه في الحياه، مش كل ما هتعمل حاجه حلوه هديك هديه، لا ده احنا بنحدد سلوك واحد بس يصعب على الطفل تغييره وعشان كده بنحفزه بيه. الهدف منه ايه؟ الهدف ان القصه دي هتستمر لفتره، لكن الهدف الاسمى ان هو ده يتحول بعد شويه لعاده، السلوك الجيد يتحول لعاده، قصة الهدايا تختفي ويرجع الطفل يكمل في السلوك الجديد من غير هدايا. فهي دي وسيلة مساعدة عشان أوصل لتغيير سلوك الطفل، وبعد كده بتختفي الهدايا والطفل بيكمل على السلوك الجيد. يعني هو انت اللي عم تقوله عم نستخدمه بشكل مؤقت لحتى نستخدمها مع تصرف معين، المديح لم ينفع معه. تمام. فممكن تتوسع لنا اكثر لو سمحت، لماذا اكثر بدنا نستخدم الريوردينج؟ فكرة ان انت بتساعد الطفل على قد ما يقدر ان هو يغير حاجة صعبة جدا عليه. فانت بتحط له هدف قدامه وبتحفزه ان هو يوصل للهدف ده بالتدريج عن طريق ان هو يتعب عشان يلاقي حاجة. فهي دي فكرتها. الريوردينج او التحفيز من الحاجات اللي مش هتحس بازاي هي فعالة غير لما تجربها. يعني انا هحكي قصة شخصية عن نفسي. يعني انا حد من ولادي كان هنا كانوا بيروحوا المدرسة انجليزي في الايام العادية، لكن في اجازات كانوا بيروحوا مدرسة عربي، وكانت مأساة الواجب العربي ان هو بياخد واجب عربي وعايز يخلصه، فلما بيرجع البيت هو الواجب صعب عليه لان هو كمية كبيرة مختلفة عن اللي بيعمله في المدرسة الانجليزي، مفيش واجبات اصلا، فهو عايز يعمل واجب. كنت انا مسؤول عن الطفل ده ان انا اساعده في موضوع الواجب، فكنت دايما يعني يوم الواجب ده يوم معروف ان هو يوم الاحزان، ليه؟ هنقعد نتخانق وهيقعد يعيط وانا مش عارف وانا مش عايز وانا ماليش نفس وده صعب عليا ومش هقدر. لغايه ما جيت في مره من المرات قلت له بص انا استكفيت، مفيش حاجه اعملها معايا غير ان احنا ندخل على قصه التحفيز دي، وجبنا الورقه والقلم والهدف بتاعنا ايه؟ قلت له انا شايف ان انت صعب عليك تعمل الواجب، طب احنا عايزين نوصل لايه؟ نعمل الواجب بتاعنا كل يوم ان احنا مثلا يوم الاثنين نص ساعه ويوم الثلاث نص ساعه ونخلصه في النص ساعه. هو كان يقدر يخلص في النص ساعه بس هو نظر ان هو كان ايه بيقعد يتعصب ومش عايز اعمل وعايز يهرب منه. فالهدف بتاعنا انك تخلصه في نص ساعه يوم الاثنين ويوم الثلاث، لما تعمل الواجب بالشكل ده هتاخد نجمه يوم الاثنين ونجمه يوم الثلاث، ويوم المدرسه لما تروح الواجب جاهز تاخد نجمه كمان، يبقى 3 في الاسبوع. دي الهدايا اللي نقدر. ايه رايك لو جبت نجمه؟ ايه الهدايا اللي عايز تشتريها؟ لو جبت 2، لو جبت 3، لو جبت 5، لو جبت 10. والهدايا زي ما قلنا ما كانتش كلها حاجات هشتريها، يعني مثلا ان انت تختار لنا الغدوه، ان انت تختار لنا حاجه هنقعد كلنا نتفرج عليها، ان احنا اليوم ده كده كده خارجين بس انت اللي هتختار المكان اللي هنخرجه. فحاجات مش مكلفه لكن حاجات بالنسبه له تفرق. اول يوم 2 بعد الموضوع ده لقيته جاي لي بيقول لي انا خلصت الواجب خلاص حط لي النجمه. يعني احنا في الايام اللي قبل كده كان التسلسل طبيعي، يلا يا حبيبي عشان نحل الواجب، لا انا تعبان مش هينفع دلوقتي خليه بعد شويه. اول يوم جالي قال لي انا خلصت الواجب حط لي النجمه، قلت له وريني الواجب، لقيته خلصه فعلا خلصه. فبقول لك دي من الحاجات اللي بتبين لك قد ايه، لان هو عايز يوصل لحاجه.
وده استمر الفترة وقعدنا، ومرة انا هاخد الهدية اللي بالنجمة دي، لا استنى شوية انا عايز مش عارف ايه، فتلاقي الطفل نفسه متحمس. في خطأ مهم جدا ناخد بالنا منه، ان احيانا الاباء يقول لك ايه، الله ده الموضوع ده جايب نتيجة، طب ايوه بص بقى بدل ما هو بنتكلم على واجب بالعربي خلينا كمان نتكلم على واجب مثلا انك تغسل سنانك، وانك كمان تنام في البيت براحتك، وانك ما ينفعش. لازم نبقى عارفين ان احنا السلوك اللي احنا بنعمل عشان الريورد تشارت بنتكلم على سلوك واحد بس عشان يجيب تأثير. احيانا ودي لازم تكون حالة يعني اكسبشنال، يعني وضع استثنائي، ان بعض الاطفال كبار بما فيه كفاية، طفل عنده 12 سنة، فانا مثلا اقول له على مثلا حفظ قرآن مع ان انت تبقى جاهز في ميعادك الصبح في ميعادك، الاثنين مع بعض ماشي، ده طفل كبير وعنده ادراك وممكن يتحمل، لما تعمل دي هتاخد نجمه، ولما تعمل دي هتاخد نجمه، ولما تعمل دي هتاخد 10 درجات ودي 10 درجات. لكن في معظم الاحوال لازم نبقى حريصين ان احنا عندنا سلوك واحد بس هو اللي بنتكلم عليه. طيب احنا نحاول نوري دلوقتي ازاي نعمل اللي هي ايه الاستماره دي اللي فيها الجوائز، الاستماره التحفيزيه دي او الريوردنج تشارت، لما نيجي نتفق مع اولادنا. هناخد مثال عملي دلوقتي لتطبيق الموضوع ده. ناخد مثال طفل كل يوم الصبح وهو رايح المدرسة لغاية ما يصحى الصبح ويجهز ويبقى يأخرنا نص ساعة، واخواته كلهم يتأخروا بسبب ان هو ما بيجهزش حاجته وما بيرضاش يخلص بسرعة. فانا دلوقتي قررت ان انا اعمل للطفل ده اللي هي الاستمارة التحفيزية دي او الريوردنج تشارت. فهجيب الولد واقول له دلوقتي احنا كل يوم عندنا المشكلة دي، صح ولا لا؟ احنا محتاجين نتغير، محتاجين ايه؟ نساعدك ان انت تعمل الموضوع ويبقى فيه يتعمل كويس ويبقى فيه جوائز كمان. فاحنا هنحط دلوقتي قاعدة، هنيجي مع بعض نعمل الاستمارة دي هنمليها عشان تاخد هدايا. المفروض ان انا اتحرك الساعة 8 مثلا، الساعة 8 ل 10 لو بقيت جاهز قدام الباب هتاخد نجمة في اليوم ده. وهنيجي نجيب ورقة عادية جدا ونبدأ نعمل احنا وهو الاتفاق ده بالشكل ده. هجيب ورقة عادية جدا ما فيهاش اي حاجة زي كده، وابدأ اقسم الورقة، تمام، جزء في الاول بالعرض كده، وبعد كده الجزء اللي تحت هقسمه لجزئين بالطول بس، دي كل الورق. واخلي الولد لو بيعرف يكتب يكتب، هو هيكتب مثلا اسمه، تخيل لو الاسم احمد بس، هنحط هنا احمد. وبعدين هنحط الهدف، ايه الهدف؟ زي ما قلنا كده جاهز نكتبها الساعة مثلا 8 الصبح عند الباب، 8 صباح، ده الهدف بتاعنا. كل مرة هيبقى جاهز الساعة 8 الصبح عند الباب هياخد نجمة، تمام؟ في جزء يمين وجزء شمال، الجزء الاولاني ده هنخليه هنحط فيه النجوم، لكن الجزء اللي على اليمين او الناحية دي من الصفحة يعني هنحط فيه الجوائز، نكتب كده الجوائز، تمام؟ وابدأ احط نجمة واحدة واحط الهدايا اللي هو هيجيبها لما ياخد نجمة واحدة، واقول له اكتب اللي انت عايزه بقى، هدية في حدود كذا ماشي، او هدية ما تكلفش فلوس. يعني مثلا عايز شوكولاتة، لو قلت له الهدية مثلا في حدود جنيه، عايز شوكولاتة او 50 قرش او 20 قرش، شوكولاتة في حدود 20 قرش، عايز مثلا الوان، عايز قلم، عايز مسطرة، خلاص كل حاجة هو بيختارها اقول له هي دي ب20 قرش، يقول لي ايوه يبقى اكتبها، لا دي اغلى شوية، لا يبقى خليها تيجي بعدين، عايز مثلا ان انا العب معاك نص ساعة زيادة، نص ساعة زيادة. ممكن واحد يقول لك ان انا العب مثلا على الاكس بوكس ربع ساعة زيادة، تمام، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا ما نلعبش الحاجات دي زيادة، هنتكلم في حلقة تانية عنها. حطينا لستة بالحاجات اللي ياخدها بهدية، وحاجات 3 نجوم، وابدأ احط بقى اقول له ممكن توصل في دي لغاية مثلا جنيه ونص او 2 جنيه، ويبدأ يحط لي الهدايا. وحاجات مش بفلوس زي ان انا اخرج معاك، ان انا اختار الغداء، ان انا اختار لكم حاجة تتفرجوا عليها، ونحط لستة. وحاجات 5 نجوم، تمام، ونحط الحاجات هنا تحت. لو طفل كبير شويه ممكن يقول لك ايه، انا مش فارق معايا ده، انا عايز اشتري تيشيرت مثلا ب 20 جنيه. دايما بنقول ايه، خلينا اذكياء شويه، حاجه انت كده كده كنت ناوي تشتريها للطفل ممكن تستخدمها هنا. يعني انت عارف ان هو محتاج مثلا يشتري قميص او تيشيرت، تقول له خلاص لو وصلنا مثلا للثمن ل 10 نجوم او 10 درجات، قلنا كلمه الدرجات دي هستخدمها على الطفل الكبير، هشتري لك تيشيرت في حدود كذا، او هشتري لك بنطلون في حدود كذا، تمام. ناخد بالنا ان احنا الحاجات اللي انا بحطها حاجات ينفع يجيبها خلال يوم، لو انا بديله في النجمه في اليوم يبقى هو يقدر يشتري هديه في خلال يوم، بحد اقصى حاجات يقدر يشتريها في خلال 15 يوم، يبقى انا ممكن اتكلم لغايه 15 نجمه ممكن يجيب ايه. الهدايا في مجملها ما تزيدش ابدا عن حاجه مثلا بنتكلم من 5 ل 10 باوندز او من 5 ل 10 جنيه، الا لو حاجه غاليه انت كده كده كنت ناوي تشتريها للطفل ومستعد تشتريها له ممكن نحطها. طيب ده الناحيه الشمال.
نيجي دلوقتي يبقى احنا اتكلمنا في الهدف، اتكلمنا ايه الحاجات اللي هنشتريها والتكلفة بتاع الحاجات، محتاجة ما تكونش اغلى من حد معين الا لو حاجة هتشتريها. الناحية الشمال دي هنحط فيها ايه؟ هنبقى متفقين مع الطفل ان انا كل يوم الساعة مثلا، الطفل احنا بنتكلم ان هو بيكون جاهز الساعة 8 الصبح، كل يوم الساعة 6 المغرب هنجيب الورقة دي ونيجي نقعد مع بعض عشان نشوف ايه اللي حصل. فاجي اشوف النهارده الساعة 6 المغرب، والله كان موجود النهارده عند الباب الساعة 8 الصبح، اقول له برافو عليك ما شاء الله خدت النجمة الاولى. هنحط النجمة كده. انا الطريقة اللي انا بحب اعملها ان انا برسم له النجمة عشان نبقى عملنا مع بعض، واقول له لونها انت لو عايز، يبقى احنا عملنا النجمة مع بعض. ولازم احنا الاثنين نعملها، ما ينفعش هو يجيب الورقة ويحطها لنفسه، مش هتتحسب. فحطينا النجمة. نخلي بالنا ان اول يومين كده مهم جدا جدا ان انا بقدر الامكان اتلكك ان الطفل ياخد نجمه. هنتكلم عن النقطه دي بعد كده. فجيت النهارده خد نجمه، بكره خد نجمه، لازم نجيب الورقه، الورقه دي هنحتفظ بيها في مكان مثلا، هنعلقها على الحيط عندي قدامنا كلنا، ما نخليهاش عنده لوحده، لا دي قدامنا كلنا. تاني يوم حطينا نجمه وهو لونها، تالت يوم جه هو قال لي والله انا خلاص جبت نجمه وعايز استخدمها اشتري حاجه، فراح اشترى حاجه. اعمل ايه على النجمه اللي هو اشتري بيها حاجه؟ ما اشطبش عليها، ما الغيهاش، هنقول ليه دلوقتي، لكن هحطها في دايره، فالنجمه اللي في دايره معناها ان هو استخدمها. نيجي في مره تاني هو قال لي انا هشتري بالثلاثه دول، فاجي الثلاثه دول واحطهم في دايره. السبب ان انا ما بشيلهاش ان انا فكره ان هو قدر يتغير، قدر يبقى سلوكه يتحسن وبقى عنده نجوم كتيره، فلما يصعب عليه الموضوع يفتكر لا ده انا عملت كويس على فكره في الايام اللي فاتت وقدرت اتغير. فده السبب. الحاجه التانيه اللي احنا نخلي بالنا ان احنا ما نحطش ايام في النجمه، يعني ما اقولش مثلا يوم الاثنين دي نجمه الاثنين الثلاث الاربع، لا انا بسيب النجوم من غير ايام. ايه السبب في كده؟ ان هو لو جه في يوم مثلا يوم الاربع وعمل ما عملش كويس، ساعتها ما فكروش ان يوم الاربع ده قدامه فاضي ما قدرش ياخد نجمه، لا احنا دايما بنركز على الحاجات الايجابيه. فعشان كده في الورقه ما بنخليش فيه ايام، بنخلي فيه دايما ايه النجوم بس، حتى لما بيستخدمها بنحطها في دوائر عشان طول الوقت هو شايفها قدامه. ده ملخص الطريقه اللي احنا بنعمل بيها. زي ما قلنا كل يوم بنرجع نجيب الورقه دي في وقت معين الساعه 6 المغرب ونراجعها. بعد ما وصلنا ان الطفل بقى لنا اسبوعين في القصه دي والولد بدا يتغير وتحول لعاده، ممكن اقول له خلاص انت بقيت كويس قوي في الموضوع ده، وكل يوم بقى لنا اسبوعين اهو 8 ل 10 بتبقى جاهز، ايه رايك نستخدم الهدايا دي عشان لسه عايز اجيب لك هدايا كمان، بدل هنغير التاسك بتاعنا، هنغير الهدف بتاعنا، بدل ما احنا بنتكلم على موضوع انك تبقى جاهز الساعه 8 ل 10 نحط هدف تاني. ايه هو؟ ان انت تقدر تقعد مثلا تعمل الواجب اللي عليك لمده نص ساعه، او ان انا اكون محدد انك تقعد نص ساعة تذاكر الحاجات اللي عليك وتيجي توري لماما الواجب معمول ونبدأ نشتغل على حاجة جديدة، وهكذا بحيث ان انا استخدمها كل فترة في سلوك معين انا شايف ان هو فيه مشكلة. ما استخدمهاش لو السلوك ما فيهوش مشكلة اصلا، وما استخدمهاش لو الحاجة صعبة جدا عليه الا لما اختار توقع هو يقدر يوصل له. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. حلو هذه قصة التشارت والطريقة اللي حددنا التاسك، حددنا الريورد والبروجرس. بس كمان يعني انتبهت لشغلة، انت عم تقول تلكك له عشان تديه، انت اللي عم تقول انه حاول انك انت تعذره وتحاول تساعده لحتى ينجز النجمة بأول يوم أو أول يومين أو السكور الواحد للعشرة. هذا لو يعني حاولت جهدك وما في شيء لحتى انه تعطيه هالورد وهالنجمة هذه، ماذا نفعل؟ لو حسيت ان انت بدأت الموضوع والولد مش جايب خالص، يعني مش عارف يعمل اللي انت بتوصله، يبقى اول حاجه نفكر فيها انت محتاج تراجع الهدف اللي انت حاطه للطفل. احتمال يكون الهدف اكبر من قدراته ان هو يبدا بالمرحله دي على طول، ده صعب عليه جدا. مثلا لو نفس المثال اللي كنا بنستخدمه ان هو يكون جاهز الساعه 8 دي، حاجه لو على طفل معين مستحيله، فيبقى اقلل الهدف. ارجع بدل ما انا بقول له ان هو يكون جاهز الساعه 8، اقول له مثلا انك تكون تحت تاخد فطارك الساعه 7:30، فكانك لخصت له بدل ما يبقى عليه عبء كله ان هو يجهز كل حاجه الساعه 8، لا انا هبدا بس بان هو ينزل تحت الساعه 7:30، فكده خليت له جزء من الهدف يعمله في الاول عشان ابدا بيه. غالبا لو انا حددت المتوقع صح ساعتها هيبدا الطفل يجيب. وزي ما قلنا اول يومين ثلاثه انا محتاج ان انا اتلكك له عشان ياخد. ليه؟ لان انا عايزه ياخد هديه، عشان عايزه يحس بالموضوع، الموضوع ان انا مش في محكمه، لا دي طريقه عشان اغيره، فانا بساعده ان هو يدوق لذه ان هو ياخد جايزه وبالتالي يتحمس عشان يكمل. اوكي، اذا ما غيرنا الطريقه، اذا ما غيرنا الطريقه اللي عم نستخدمها حنضل ناخذ نفس النتيجه، واذا ما زبطت النتيجه اللي احنا بدنا اياها فبنرجع نعيد النظر في المعطيات اللي عندنا بالضبط لحتى ناخذ نفس المخرجات بالاخر. ف ميك ات بيبي ستيبس، يعني حتى انه يبريك انه لا ما تمل، انت عم تقول ساعه 8 ما مش الحال، طب خليها 7:30 انك انت جاهز بمرحله اقل، يعني نرجع للمراحل اللي قبلها بالضبط ونعملها مرحله مرحله.
تمام الله يبارك فيك. أخوتي وأحبتي بالله، جزاكم الله خير. نحن تقريبا وصلنا هذا آخر الحلقة، ولكن نحن بعد معنا مثل ما آخر فقرة اللي هي الهوم وورك. فشو الهوم وورك لهالحلقة هاي لو سمحت؟ اعتقد ده هيبقى واضح قوي المره دي قبل ما نبدا من يعني نتفرج على الحلقه اللي بعديها. نقعد مع بعض كاب وام، نتفق على سلوك معين الطفل عنده فيه مشكله بيتكرر، سلوك واحد بس، ونقرر ايه الهدف. لو ادينا له ايه الهدف اللي هو محتاج يعمله، نحدد الهدف ده بشكل ايجابي، نتكلم على حاجه ايجابيه مش سلبيه، وتكون حاجه يقدر الطفل يعملها، صعبه شويه عليه لكن مش مستحيله ومش سهله خالص، وبنحدده في وقت معين، ما يبقاش حاجه مطلوبه منه طول اليوم مثلا، ونيجي ونحكي معاه ونحط له اللي هي الاستماره دي التحفيزيه او الريوردنج تشارت، نعملها مع بعض ونتفق على الهدايا ونبدا نشتغل مع بعض ونديها كده فتره ونشوف الامور ماشيه ازاي فيه. الحاجه التانيه ما ننساش ان احنا واحنا بنعمل دي ما ننساش ابدا ان كل اللي اشتغلنا فيه قبل كده مكمل، الكلام، الاستماع، المدح، حتى في الحاجة اللي هو بيعملها دي ممكن نستخدم مدح مع الهدية، لكن الحاجات اللي اتفقنا عليها قبل كده شغالة ما مبطلهاش وتمثل 70% من الوقت اللي بنقضيه مع أولادنا. الله يبارك فيك. اوكي، اذا هذا هو الواجب. بليز مش عم نذكركم انه حاولوا تمسكوا نفسكم، ما تطلعوا الحلقه الجايه قبل ما انتم تنفسوا هيدي، حتى ناخذ نمشي معكم ستيب باي ستيب لحتى ان شاء الله ناخذ الفايده كلياتنا جميعا. جزاكم الله خير، والى موعد قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شاركوني الاجر على اليوتيوب، اضغط على سبسكرايب، اضغط على الجرس، سجل اعجابك، شاركنا بتعليقك، وشارك بمنشوراتي، وخلوا الخير ان شاء الله يعم على الجميع. جزاكم الله خير.